يا دار يا عيني الأشرف والله الأشرف فيك كل ما أرى حسن يا عيني فيك كل ما أرى حسن يا عيني منذ رأيت وجهك الحسن عيني قد تبعت نهجك الحسن يا عيني جل من به عليك من حب أحمد قلبي سكن والفتى علي المؤتمن وابنيه الحسين والحسن طه علم العلماء كرما علما سما وسما قلبي من فراق الحب أن ليس لي سوى دمعي ثمن وأعد لنا حديث من ملأ العيون بالمنن أحمد الذي سن السنن طه نلتقي به هول المحن من لفقده الجذع حن طه علم العلماء كرما علما سما وسما وارفعنا يا ربي في العلين واحشرنا ربي في القوم الناجين مع طه والشهداء والصديقين آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين مولانا مولانا يا رب البرايا مولانا مولانا يا رب البرايا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا مستعان يا ذا الجود والكرم والإحسان، نرجو عفوك والغفران يا رب. اجعلنا والحاضرين والمشاهدين ووالدينا وأمة سيدنا محمد من عتقاء شهر رمضان، من عتقائك من النيران. اللهم ثبت لنا الإيمان واحفظ لنا الأوطان، واحشرنا مع النبي العدنان. آمين آمين يا رحيم يا رحمن. أعزائي مشاهدي قناة الموصلية الفضائية، نحييكم بتحية رمضانية معطرة، ونقول لكم كل عام وأنتم بألف خير. أعاده الله علينا وعليكم وعلى بلدنا الحبيب ومدينتنا العزيزة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والأمن والأمان. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من سمو الروح، نتكلم ونستعرض فيها عن الفرق الإنشادية الدينية في هذه المدينة. اليوم معنا فرقة إنشادية دينية لها بصمة واضحة في هذه المحافظة وفي هذا المجال، معنا القامات الإنشادية الموصلية، معنا أخونا المنشد المبدع فنر عدنان، حفظكم الله دكتور، وأخونا الشيخ عمر طلال الله يحفظكم المنشد المبدع، وأخونا ولي السعيد ما شاء الله الله يحفظكم. أنا ما نعرف من نبدي طبعا، ما شاء الله قامات إنشادية جميلة ولها بصمة واضحة في هذه المحافظة. قبل ما ندخل إلى نسمع، ونحن في رمضان وما أحلى رمضان في ملح الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ذكر الله نور على نور، نريد نتكلم شيخ وليد على هذه الفرقة. اليوم معنا طبعا فرقة الروافد للإنشاد الدينية، هذه فرقة ما شاء الله بصمتها واضحة في هذا المجال، في مجال إنشادي. فرقة الروافد تاريخها ومؤسسيها وأعضائها، إن شاء الله نتكلم في هذا المجال ثم ندخل إلى الإنشاد الديني الجميل. تكلم عن هذه الفرقة يا شيخ الله يحفظكم. الله يسلمك يا دكتور. بدايات هذه الفرقة، فرقة نعم. الروافد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية شكرا على الاستضافة دكتور، سعيدين أن يتكرر اللقاء مرة أخرى معكم مع قناتنا قناة الموصلية ومع إخوتي الأعزاء أستاذ فنار وأستاذ عمر. ويطيب لنا بمناسبة يعني قدوم شهر رمضان المبارك أن نقدم تهنئة للعالم أجمع بمقدم هذا الشهر المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الشهر شهر خير ومحبة وسلام على جميع العالم. فرقة الروافد الفنية فرقة تأسست عام 2010، تأسست والمؤسس لهذه الفرقة هو أخونا الكبير الأستاذ محمد عبد الجبار محمد الطيب، وجهه تحية قناة الموصلية. حقيقة هو مؤسس الفرقة وصاحب فضل بعد الله سبحانه وتعالى على تأسيس هذه الفرقة 2010 تقريبا. كتأسيس الفرقة احنا نتكلم كفرقة، أما كأعمال فردية احنا قبل هذا بكثير، يعني طبعا منذ صغرة أتكلم، لكن كفرقة الروافد تأسست فعليا في 2010، قبل ذلك ما كان تحت مسمى. ثم انطلقت من 2010، انطلقت فرقة الروافد. أعضاء هذه الفرقة، المؤسس هو أستاذ محمد عبد الجبار، وأعضاء هذه الفرقة مؤلفة من الأخ فنر الطائي والأخ عمر الحيالي وأخونا العزيز الحاضر الغائب حسن الرمضاني، نوجه له تحية. وأنا بسبب مرض يعني نعم، هو طبعا راد يجي بس الرجل المريض، نسأل إن شاء الله له السلامة والعافية، وأنا العبد الفقير الله يحفظك.
هذه الفرقة كان لها يعني مشاركات كثيرة طبعا. والله أنا حضرت كثير حفلات. الله يحفظك دكتور. ما شاء الله يعني شغل إبداع والله. الله يسلمك. وأنا يوم أسمع يعني أسمع هذا الإبداع والله أنا يعجبني أجلس وأستمر لسماع هذا الفن الجميل. شكرا جزيلا. هذا من حسن ظنك. الله يرضى عنك دكتور. فبدأت المشاركات يعني المحلية الصغيرة ثم يعني كبرت نشاطات الفرقة وتوسعت على مدى أوسع على مستوى المحافظة وحتى تجاوزنا ذلك انتقلنا إلى بعض المحافظات لإقامة الحفلات الخاصة والعامة والنشاطات والمهرجانات وحتى وصل يعني أعضاء الفرقة إلى خارج البلد يعني مثلوا العراق في مسابقات مختلفة. هذا باختصار يعني تأسيس الفرقة. فرقة الروافد هي تشمل كل رافد من الروافد فتضم مجموعة روافد يرفدون الفن بفن إسلامي هادف يخدم يعني الحركة الفنية المجتمع. يعني مجال دعوة يعني دعوة إلى الله. أكيد مجال يعني جميل. ومنبر واسع والفرقة يعني منذ تأسيسها ب 2010 أتذكر في ذلك الوقت كانت يعني تأسيس الفرقة أو عدد الفرق قليل لم يكن بهذه الانتشار الموجود الآن كان قليل ولاقت رواج يعني قوي جدا بفترة وجيزة وقليلة. هذا بسبب إنه أعضاء الفرقة لهم يعني باع طويل في الإنشاد وعندهم خبرة متراكمة فسهلت الأمر والحمد لله لقى رواج. ما شاء الله نحن من فرقة الروافد هاي الفرقة الجميلة كل شخص فيها عنده جمهور خاص. الحمد لله يعني فضل جمهور الله. وليد سعيد خاص. الحمد لله فضل الله. جمهور فن العدنان جمهور خاص. بالضبط هو هذا اللي سهل أمر. جمهور عمر ما شاء الله جمهوره خاص وحسن وهذا يعني جمهور يعني وهذا الجماهير المتفرقة جمعتوها في فرقة واحدة. بالضبط تمام. وهذا الإنشاد الجميل. الجميل اللي يعني بالفرقة الروافد عفوا دكتور يعني اللي تميزت به فرقة الروافد الفنية تؤدي أكثر من لون يعني هناك السائد في مدينة الموصل. هذا السؤال إن شاء الله ينطرح خلاص إنه لا لا عادي إنه 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 هاي الفرقة إيش تقدم نعم من فنون ومن أطوار ومن أمور يعني أمور تعرف إن إحنا المجتمع الموصلي أو العراقي من عدة لكل مقام مقال ألوان وأطياف مختلفة وأذواق الناس مذاهبهم أنت ما بدك أن ترضي الكل نعم. لازم الإنسان كل شيء يتعلم صح. أنت طلع هذا المكان قال لك أشوف الجمهور مالي بعدين بالفعل تمام. أقدم الشيء يناسب هذا الجمهور والجمهور متنوع ما شاء الله أنا نسمع إن شاء الله بعد إن شاء الله نرجع نتكلم بصورة أوسع على هذه الفرقة فرقة الروافد اليوم معنا فرقة الروافد سعيدين جدا بوجودنا دكتور إن شاء الله نسمع أخونا فنر يا الله نسمع إن شاء الله يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا بك بشر الله السماء وتضوعت مسكا بك الغبراء يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبرى يا أبا الزهراء أهدني نظرا يا أبا الزهراء
نحن طلابك يا أبا الزهراء، اهدني نظرا يا أبا الزهراء، اهدني نظرا لا تخيبنا نحن في بابك نحن طلابك يا حدي الركبان متى وصلت البال يا حدي الركبان متى وصلت البال أنخنا بشر الولهان بأبي الزهراء يا أبا الزهراء اهدني نظرا يا أبا الزهراء اهدني نظرا لا تخيب أرواحنا راحت وباللقاء ارتاحت أرواحنا راحت وباللقاء ارتاحت شمس الحمى لاحت فضأت الأكوان بأبي الزهراء يا أبا الزهراء اهدني نظرا يا أبا الزهراء اهدني نظرا لا تخيبنا نحن في ما شاء الله الله يحفظكم. بديت هذا البيات الجميل والله تبدع بيه الله يحفظك بارك يفوت يدخل بالقلب ما شاء الله. الله يحفظك. نيجي نسمع عندنا 3-4 دقائق نسمع يعني شيء بسيط يعني موال غوثي شلون يعجبه يعني يقدم يعني تحب مناجات مناجات اي شيء حلو 3-4 دقائق عمر شويه مناجات في شهر رمضان ان شاء الله. هتف الفؤاد فكنت أنت حديثه هتف الفؤاد فكنت أنت حديثه ونجيه في السر والإعلان هجر العوالم غاب عنها فانتشى يتلو حديث الحب للرحمن يا رب يا رب يا الله يا الله
أخصب حين أدعوك الربا ويضيء بين جوانح القمران. الله الله الله. سر سعادتي يا سر سعادتي يا رب يا رب بخلود حبك في دمي وجنى إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باكي ذليل فذنبي كبير وزادي قليل فمن علي بعفو جميل فمن علي بعفو جميل أتيت أجر خطايا السنين أتيت إلى أرحم الراحمين وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليل بأن لديك شفاء العليل سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل ونور هداك يضيء السبيل. ما شاء الله ما شاء الله يا منشد الشارقة. الله يحفظك. طيب الله يحفظك. الله يحفظكم. الله يحفظكم. هذا اللحن يعني هذه حقيقة للمرحوم محمد العزاوي ما شاء الله الموال والكلمات أيضا بس أبدعت بها والله. الله بارك الله فيك ما شاء الله. ناخذ فاصل اخوتي ان شاء الله ثم نعود الى تكمله هذه الحلقه عن فرقد الروافد الانشاديه. اعزائي المشاهدين دائما معكم مع سمو الروح ولكن بعد الفاصل. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين وسمو الروح. اليوم معنا الفرقة الإنشادية فرقد الروافد الإنشادية. طبعا هذه الفرقة الجميلة تمتعنا قبل الفاصل بفواصل إنشادية جميلة جدا. ما شاء الله الفرقة الإنشادية الروافد نحضر لكثير ما شاء الله مهرجانات. جمهوركم وين تحسون الجمهور مالكم يعني من الشباب من والطابع اللون المهم الكادو الاداء ماله الطابع المهم اما الطابع شوف انه تمام. الجمهور يستقبله بصوره سلسه وحسنه تمام. بالبدايه يعني تعرف دكتور جمهور الموصل متنوع
وثانيا يعني رسالة يمكن أزيد مدينة بالموصل بالعراق هي متنوعة، فيها تنوع بالمحافظات، فيها أخواننا العرب والإكراد والشبك والتركمان، هي عراق مصغر كلهم يعني. ما شاء الله يعني عراق مصغر، فلازم يعني تلبي الأبواب جميعا. فبالتالي هذه المسألة صعبة حقيقة. لما درسنا ووضعنا يعني تأسيس الفرقة خلينا ببالنا هذا الشيء الموجود بالساحة، ما هو موجود احنا بالموصل كثير هناك فرق الانشاديه، المديح النبوي اللي نسميه المديح النبوي، لان معظم انشاد المديح المديح احنا نسميه المديح المديح النبوي وكله مديح، لكن نقصد بالمديح مقصوده يعني بين قوسين نسميها المولديه مثلا، المولديه او العتابات او العتابات، هذا مشهور وكثير في مدينه الموصل، لازم تقدم فد شيء جديد اضافه الى المديح. بالضبط تمام. احنا بفضل الله نجمع هذه الالوان يعني كلها، وهذا مهم جدا طبعا اكيد، يعني مثلا ادي اللون الحلبي، نأدي اللون المحلي، التنزيلات الموصلية نأديها الحمد لله فضل تواشيح الأندلسية والأندلسية وحتى المقامات العراقية والأداء العراق حتى نلبي جميع الأذواق. لكن تركيزنا كان في نقطة جوهرية مهمة. الآن دكتور الحركة احنا نسوي بين قوسين الحركة الفنية يعني تجري بوتيرة سريعة جدا، والآن انت لازم توجد البديل الموجود في الساحة، يعني الغناء الان له يعني طبعا. له الساحه له الان بمساحه، والاعلام ما شاء الله متجه، والاعلام مسلط على هذا، مسلط على هذا، والان الله. الشباب يعني متجه الى سماع هذه الاغاني السريعه، فلا بد انه انت تقدم بديل يواكب هذا الموجود طبعا. فكانت نظرتنا انه نقدم شيء يعني يوازي او يقارب من هذا الشيء حتى نرجع الشباب يسمعون هذه الاناشيد، مدح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محبه الوالدين، محبه الناس وغيرها، يعني مدح الرسول صلى الله عليه وسلم نحن ناخذ من الماضي الجميل بس نوظفه الى شيء حضاري يعني حضاري حديث، يعني احنا حتى ايش الناس قال لك اني بدام ما اسمع غناء او اسمع شيء اسمع هذا الفن الجميل، اكيد فن بينه دعوه وبي بي بي مديح بي. ولذلك يعني مثلا من الميزه اللي يعني اعتقد يعني كان لنا السبق احنا او فرقه فرقتين بالموصل ادخلنا الايقاع على الانشاد حقيقه، جميل جميل، وهذا ما لاقى يعني قبول كبير جدا في الاوساط الشبابيه تمام، يعني احنا اقمنا احتفالات كثيره جدا في جامعه الموصل مثلا تمام. اغلب احتفالات كانت في جامعه كمان الموصل كمان فرقه الانشاد ان شاء الله، عندنا حلقه خاصه ان شاء الله فرقه انشاد الجامعه ان شاء الله بنصورها ان شاء الله، يعني تشرف برئاستك انت اكيد يعني هذا الله يحفظكم ان شاء الله. فلاقت رواج كبير يعني حفلات الاعراس، يعني معروف كانت مثلا الاعراس قديما كانوا يطلعوا مثلا بالدفوف، وهي موجوده الى الان لا باس بها يعني اقصد، بس لما شافوا بالاعراس نشغل الايقاع ومثلا نؤدي الاغاني الموصليه التراثيه الجميله، هذا لاقى يعني نقله شويه عند الجمهور، فلاقت استحسانهم، ولذلك كان لنا دور كبير في اقامه الاعراس بكثره، من ضمنها انت قلت اني حضرت بعض الاعراس وكنت سمعتها المهرجانات، وحضوركم المهرجانات بفضل الله عندنا صارت خارج الموصل خارج العراق، اشتركتم يعني بالمهرجانات داخل الموصل يعني كثيره، اغلب المهرجانات كل المهرجانات اللي صارت داخل الموصل احنا بفضل الله لنا كان نصيب فيها، بالخارج المحافظه كذلك كان عندنا نشاطات كثيره في بغداد، في الانبار، في كركوك نعم. كل هذه طبعا في بغداد اكثر من مره يعني مرتين او ثلاثه مهرجانات رسميه، مثلا جميل. مهرجان الانشوده الوطنيه جميل. في بغداد مهرجان المشهد الديني في بغداد، مهرجان الاوبريت الوطني في كركوك حلو. وهذه كلها فضل الله، كنا من ضمن يعني الاوائل الثلاثه، احنا نحقق دائما الموصل كانت تحقق المركز الاول، كنا نطلع عن طريق وزاره الشباب والرياضه ممثلين للموصل ما شاء الله، مثلنا الحمد لله فضل الله قبل يعني تقريبا 2011 2012، وكان يعني لنا يعني دور كبير في هذا، وحتى من بقيه المحافظات بعض الفرق لا زالت متواصله معنا، ويعني تعجبوا باللون اللي نقدمه، وطبعا نقلنا تراث الموصل، يعني بالامسيات تقام الامسيات في تلك المحافظات نؤدي اللون الموصلي، فيتعجبون من ادائنا واغانينا اغاني الموصل التراثيه الجميله، هذا جانب. اما على المستوى الاكبر عندنا مشاركات، اذا ما كانت على مستوى الفرقه لكن افراد شاركوا فرديه نعم. كانت في الخارج، ابرزها كان اخونا عمر طلال يعني مثل العراق في مسابقه مهمه جدا، مسابقه منشد الشارقه وابلى بلاء حسنا، لكن تعرف انت دكتور المسابقات لها اعتبارات كثيره، التصوير ووصوله الى هذا الانجاز منشد الشارقه هو انجاز بالضبط، وكذلك انا والاخ فنر كذلك كانت عندنا رحله الى الامارات الى الشارقه، مثلنا التراث العراقي او التراث الموصلي على وجه الخصوص في فرقه مثلت الموصل، والحمد لله لاقت في ايضا سبحان الله كانت في الشارقه في الامارات قبل يعني خمسه اشهر تقريبا، ونقلنا التراث العراقي والموصلي وتنزيلات ملا عثمان، ولاقت رواجا يعني واستحسان الجميع، ولا زالت الفرقه موجوده، لكن يعني الان الظروف شويه اختلفت، يعني الاذواق اختلفت،
وكل إنسان له ظرف معين، وخصوصا بالأحداث الأخيرة اللي صارت بالعالم بشكل عام أو الأحداث الخاصة في كل بلد، يعني حدد من شغل الفرق بشكل عام وفرقة الروافد وإلا الفرقة موجودة. نتمنى أن هذه الفرقة تستمر، هذا الإبداع يستمر إن شاء الله، إن شاء الله. لكم بصمة واضحة في هذه المدينة وخارج المدينة، إن شاء الله دائما نسمع أخباركم الطيبة إن شاء الله. هذه فرقة يعني ما شاء الله مميزة جدا إن شاء الله. المشاهد الكريم اللي يسمع شيخ وليد والله حاضرين نسمع إن شاء الله حاضرين. رمضان وجاي من التراويح والشاي أمه نسمع مدح الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فرقة الروافد. شوقي إليك يفوق ما أتحمل، الله. شوقي إليك يفوق ما أتحمل، والعين للقيا تتوق وتأمل، لو تفتدى رؤياك كنت مفاديا، لك لب قلبي لو لقائي تقبل، عهد علي إذا التقينا عهد علي إذا التقينا سيدي، وأنا ابن قوم إن يقولوا يفعلوا. سأضم وجهي تحت رجلك عزة، سأضم وجهي تحت رجلك عزة، وأظل أسفلك حليك أقبل. يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وأظل في وجل أتوق لنظرة، وأظل في وجل أتوق لنظرة، وأرجو رضاك بأعين تتوسل، فإذا فإذا رضيت وكنت أبصر حينها عيناي حاشا عن جمالك تنزل، يا يا ربي
يا قاصد نحو المدينة عساك بلغ سلامي إذا وصلت هناك وقل سلام عليك يا خير الوضع فبحق شانك إنني بك مغرم والله يعلم أنني أهواك سووا لي شارا سووا لي شارا يا خليل مروى أشلون سووا لي شارا سووا لي شارا يا عيني سووا لي شارا الله يسلمك دكتور. يعني نحن نستغل المبدعين موجودين والله نسمعهم الحين نسمع فن ما شاء الله باقينا تقريبا 7 دقائق اي نريد يعني انتهى الوقت بسرعه اي والله يعني لو مدي والله صار ساعتين 3 ساعات ما شاء الله ما ينشبع من هاي هاي الابداعات الله يحفظك دكتور يسلمك نريد نسمع 8 دقائق ما تكلمنا عن الفرقه ما شاء الله بس الناس اللي تسمع يلا حاضرين غذاء الروح شن تسمعون؟ من تسمعوا الدوني؟ الدوني بس شوية مقام قبل إن شاء الله حتى يلا يلا شاركنا دكتور إن شاء الله وياكم يلا حافظين شيء نحن وياكم عش ما نحبوه إن شاء الله جد في سيرها فلست تلام جد في سيرها فلست تلام هذه طيبة وهذا المقام نحن في
الرسول جلوس. الله الله عليه وسلم. نحن في شهر رمضان جلوس. هذه يقظة وإلا منام. الله الله. إبراهيم والعين 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 والعين. أنا بقلبي حب إبراهيم والعين والعين. وانا لجل فديت الروح يا عيني. والعين والعين والعين. يمين جنة الفردوس والعين والعين. تخدم بأمر من رب البرية. يا رب حالي نحل. الله عزم مني بلا. يا رب حالي نحل والعزم مني بلا بلا. واني موحد إلك من يوم قالوا بلا. الجاب ذكرك لساني قال قلبي بلا بلا بلا. واحد أحد لا شبيه ولا مثيل سواك. جور الليالي الليالي الليالي. جور الليالي دعتني شبه عود سواك. وإن مسنا الضر ما لنا يا إلهي سواك. وإن مسنا الضر ما لنا يا إلهي سواك. وإنت جميل الستر لو حاط بين البلاء. صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزيل الغمة. الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزيل الغمة. يا ربي بجاه النبي أزيل الغمة. أجمل الكلام
ربي بجاه النبي أزيل الغمة، يا ربي بجاه النبي أزيل الغمة. اللهم آمين، اللهم آمين، أزيل الغمة عن المسلمين في كل مكان وفي إخواننا في غزة إن شاء الله. طبعا هذا الإبداع الجميل ما حسينا بالحلقة، الله يحفظكم. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا باسمي وباسم قناة الموصلية وباسم مشاهدي قناة الموصلية أن أقدم بالشكر الجزيل لفرقة الروافد الإنشادية، أخونا الشيخ فضل عدنان وأخونا الشيخ وليد المنشد وليد سعيد وأخونا عمر طلال الحيالي، الله يحفظكم إن شاء الله دائما بالتقييم إن شاء الله في إذاعات قادمة باللقاء معكم دكتور في أمسيات رمضانية جميلة إن شاء الله، رمضانية وقرآنية وإنشادية إن شاء الله. الله. وأنتم أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعة، نشكر إدارة هذا الجامع جامع شيخ عبدال، ونشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. نلتقيكم في حلقات وأمسيات رمضانية قادمة وفرق إنشادية قادمة إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا اشرف والله الاشرف.